بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن فطر الكانديدا، وهذا بناء على طلب بعض المشتركين الأحباء. فطر الكانديدا هو أحد أنواع الفطريات المجهرية التي تعيش في جسم الإنسان دون أن تلحق به أي أذى، وهو كائن ذو خلية واحدة يتكاثر بالطريقة اللاجنسية ويقتات على نواتج التفاعلات الكيميائية التي تحصل داخل جسم الإنسان أو على الخلايا الميتة أو على السكر من الطعام. ويوجد فطر الكانديدا بشكل طبيعي في الجهاز الهضمي للإنسان بالإضافة إلى الجلد والأغشية المخاطية للجسم دون أن يسبب العدوى. فإذا ما حصل تغير في البيئة الداخلية للجسم أو ضعفت مناعته، فإن هذه الفطريات ستتكاثر بشكل كبير مسببة العدوى. وهناك أكثر من 20 نوعاً لفطر الكانديدا، إلا أن أكثرها تسبباً للعدوى والالتهاب لجسم الإنسان يسمى بكانديدا البيكنز. وتعتبر العدوى بفطر الكانديدا سبباً حقيقياً للوفاة عند الأشخاص قليلي المناعة كمرضى متلازمة نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وكذلك مرضى السرطان. سنتعرف على بعض العوامل المساعدة لزيادة نمو فطر الكانديدا وأنواع العدوى الفموية وفي المناطق التناسلية وعلاج العدوى بفطر الكانديدا بالأعشاب الطبية. فاصل ونواصل. تتواجد الفطريات بكثرة في أجسامنا، ولها القدرة على هتك أنسجة الجسم، وتستطيع أن تمد خيوطها في بطانة الغشاء المخاطي للأمعاء، كما أنها تغزو الدم والجهاز العصبي المركزي وأعضاء أخرى في الجسم. وعادة ما تفضل العيش في المناطق الرطبة والدافئة والمظلمة. وتعد الفطريات سبب شائع للكثير من الأمراض الجلدية والالتهابات المهبلية وتقرحات القولون. وهناك بعض الفطريات التي تضر بالجسم مثل الكانديدا، وتعد من الفطريات السامة التي تنتج 75 مادة سامة وتؤدي لوفاة الإنسان على الفور. وتتواجد بكثرة في أجسامنا، لا سيما في الطبقات السطحية للأغشية المخاطية وبطانة الفم والمريء والأمعاء، وتؤدي لتسمم الجسم البشري وتضعف الجهاز المناعي والغدد والكلى والمثانة والكبد. وتسبب بعض سموم الكانديدا التهابات في الجهاز العصبي التي تقلل من إنتاج الموصلات العصبية، خاصة السيروتونين والدوبامين. وعندما تقل تلك الموصلات يعتل المزاج ويظهر التعب والاكتئاب والقلق والسلوكيات العدوانية والوسواس القهري والنسيان. وهناك بعض العوامل المساعدة لزيادة نمو فطر الكانديدا، منها الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على المدى الطويل، لأنها تقتل البكتيريا الصديقة النافعة في الأمعاء، مما يسمح للكانديدا بالتكاثر، واستخدام أيضا حبوب منع الحمل، وكذلك استخدام الكورتيزون، والإفراط في تناول الأدوية المثبطة للمناعة وسوء التغذية ومرض السكر والتدخين بكثرة والملابس الضيقة وتناول منتجات الألبان الغنية بسكر اللاكتوز. ما هي أنواع العدوى بفطر الكانديدا؟ قد يصيب فطر الكانديدا أماكن كثيرة في جسم الإنسان بالعدوى، كالجلد والأعضاء التناسلية والفم والحلق والدم، ولذلك تختلف الأعراض باختلاف المنطقة المصابة. أما أبرز أنواع عدوى الكانديدا والأعراض المصاحبة لها فهي على النحو التآتي. عدوى الكانديدا الفموية. عدوى الكانديدا الفموية، أو ما يسمى بداء المبيضات الفموي المعروف باسم مرض القلاع أو القلاع الفموي أو السلاق، وينتج عن تكاثر الفطريات في الفم والحلق، ويسبب ظهور طبقة بيضاء في المنطقة المصابة تسمى بالقلاع الفموي. ونادرا ما يعاني البالغون من هذا النوع من العدوى، إذ يصيب عادة الأطفال حديثي الولادة أو الكبار في السن، بالإضافة إلى المرضى الخاضعين للعلاج الكيميائي أو الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة
كمرضى متلازمة نقص المناعة المكتسبة، وقد يعاني منها كذلك مرضى داء السكري أو الأشخاص الذين يتناولون أنواعا معينة من المضادات الحيوية أو مركبات الستيرويد، أو الذين يستخدمون بخاخات لعلاج مرض الربو. إن الأعراض المصاحبة لهذه العدوى تتمثل بظهور بقع بيضاء داخل الفم أو على اللسان، وكذلك التهاب الحلق وصعوبة البلع، بالإضافة إلى ظهور تشققات على زوايا الفم. ومن الضروري جدا مراجعة الطبيب عند الإصابة بعدوى الكانديدا الفموية، إذ في حال تركها دون علاج من الممكن أن تنتقل العدوى إلى الدم، وذلك من شأنه أن يشكل خطرا على حياة المريض. إلى جانب عدوى الكانديدا الفموية، هناك عدوى الكانديدا في المناطق التناسلية. يصاب بهذا النوع الرجال والنساء على حد سواء، وهي أحد أنواع العدوى الشائعة التي تصيب النساء، إذ تشير الدراسات إلى إصابة حوالي 75% من النساء بعدوى الكانديدا المهبلية الفرجية لمرة واحدة على الأقل خلال حياتهن، وتسبب إثارة الحكة الشديدة في المهبل، وكذلك ظهور تقرحات واحمرار في المنطقة المصابة، بالإضافة إلى خروج إفرازات مهبلية بيضاء اللون والشعور بآلام عند الجماع. ويصاب كذلك الرجال بهذه العدوى خصوصا غير المختونين منهم، وتسبب ظهور طفح جلدي على القضيب، بالإضافة إلى الحكة والشعور بالحرق في مقدمته. ويجب علاج هذه العدوى، إذ بالإمكان أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة وبالعكس. والعدوى الفطرية الغزوية أو الغزوية هي أخطر أنواع العدوى الفطرية، فعلى العكس من الأنواع الأخرى التي ذكرناها الفموية والتناسلية، والتي تؤثر على منطقة معينة من الجسم، تتكاثر الفطريات في هذا النوع في الدم، وتشكل بذلك خطرا على مختلف أعضاء الجسم كالقلب والدماغ والعينين والعظام وغيرها. ويصاب بهذا النوع عادة الأشخاص الذين مكثوا في المستشفى لفترة طويلة، كما قد يصيب المرضى منقوصي المناعة أو الذين لم يعالجوا من الأنواع الأخرى للعدوى الفطرية بشكل سليم. ويعتبر الأطفال حديثي الولادة ذوي الأوزان المنخفضة جدا عند الولادة عرضة وبشكل كبير للإصابة بهذا النوع، ومن الصعب معرفة الأعراض المصاحبة للعدوى الفطرية الغزوية، وذلك لأن الأشخاص المصابين بها عادة ما يعانون أصلا من أمراض أخرى. ومع ذلك فإن ارتفاع درجة حرارة الجسم والقشعريرة التي لا تتحسن بعد تناول المضادات الحيوية أكثر أعراض هذا النوع شيوعا، أما الأعراض الأخرى فتعتمد على العضو المصاب. فما هو علاج العدوى الفطرية؟ تختلف أشكال علاج العدوى الفطرية باختلاف نوع العدوى ومدى شدتها، إلا أن العلاج يعتمد بشكل رئيسي على الأدوية المضادة للفطريات، فالعدوى الفموية تستجيب بشكل جيد لمضادات الفطريات الموضعية، أما مضادات الفطريات الجهازية فقد يتم الاستعانة بها إذا ما كان الالتهاب يشمل البلعوم، خصوصا إذا لم يشفى باستخدام الأدوية الموضعية. العدوى الفطرية التي تصيب المريء تلزم عادة العلاج باستخدام حبوب عن طريق الفم أو على شكل حقن عبر الوريد، أما إذا كانت العدوى شديدة أو من النوع المقاوم للمضادات السابق ذكرها فقد يتم اللجوء عندها لدواء أقوى. ولعلاج العدوى الفطرية للأعضاء التناسلية أشكال متنوعة من مضادات الفطريات، أكثرها استخداما تلك التي على شكل تحاميل أو مراهم، وتتراوح مدة العلاج بهذه الأشكال بين يوم واحد وسبعة أيام، وقد يتم علاج الحالات الخفيفة أو المتوسطة بتناول جرعة واحدة من حبوب مضادات الفطريات عن طريق الفم، وتمتاز هذه الأدوية بنسبة نجاح كبيرة على الرغم من إصابة بعض المرضى بالعدوى مرة أخرى بعد فترة من إكمال العلاج. وفي حال الإصابة بالعدوى الفطرية الغزوية فيعتمد نوع مضادات الفطريات ومدة العلاج بها على عوامل عدة كعمر المريض وحالته المناعية، بالإضافة إلى شدة وموقع العدوى
فعند معظم البالغين تتم الاستعانة بداية بدواء يعطى عبر الوريد، وبالإمكان أيضا استخدام الأنواع الأخرى من مضادات الفطريات. وعند الإصابة بالتهاب الدم يجب الاستمرار بالعلاج لمدة أسبوعين بعد الشفاء من الأعراض وبعد اختفاء الكانديدا من مجرى الدم. وعادة تحتاج الأنواع الأخرى من العدوى الغزوية كالتي تصيب العظام أو المفاصل أو القلب أو الجهاز العصبي مدة أطول للعلاج. وحتى لا نطيل عليكم للبحث بقية، سنتحدث في الفيديو القادم عن اختبار كشف الإصابة بالمنزل والنظام الغذائي، ويشمل قائمة بالأغذية الممنوعة والأخرى المسموح بها وإمكانية العلاج بالأعشاب الطبية. حبايبنا، إذا في أي سؤال أو استفسار أو اقتراح حول هذا الموضوع أو غيره، يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا، ومنرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.